وانت طالبه حاجه حبيبتي؟ اه يا حبيبي، كنت طالبه كده شويه مسليات عشان الفيلم. طب استني هو مفتاح. ممكن ايوه حضرتك اموري. كنتوا طالبين دليفري؟ هو حضرتك اللي بتوصل الاكل؟ اه انا. هو مين اللي واقف بيتكلم معاها ده؟ معقوله بنت زي بتشتغل كده؟ هو في ايه؟ هو حضرتك مين؟ انت كنت محتاجه حاجه؟ حضرتك كنتوا طالبين حاجات وانا جايه اوصلها لكم. ايه ده، هو انت بتاعت الدليفري؟ اه انا. ازاي بنت اموره جايه كده وفي السن دوت تمرمط نفسها كده؟ هعمل ايه يعني، انا طلعت لقيت نفسي لوحدي وكان لازم اشتغل اي حاجه، فما كانش قدامي غير شغلانه الدليفري. طب معلش يا بحر، انت كنت عامل اعلانات في الشركه عندك انك عايز بنات، شوف لها اي حاجه. احنا لازم نقف جنبها ونساعدها. تعالي خشي في الفندق. اتفضل يا استاذ بحر. استاذه مي، انا في طلب غريب كده والله، انا مكسوف منك مش عارفه اقول لك ايه. قول قول، احنا نجران لبعضينا. انا لسه ما قبضتش، ابني عمال يعيط من جوع ومش عارف اعمل ايه، لقيت نفسي بخبط على الباب عندك بس. طب خلاص خلاص ما تكملش، اديني بس ثانيه واحده. بص والله انا جايباها طازه، يعني انا كنت لسه جايباها حالا. اتفضل. انا والله مش عارف اقول لك ايه، انا مكسوف منك قوي. يا شيخ ما تقولش كده، جيران لبعضيها، انا بكره احتاجك. انا اول ما اقبض هجيب لك اكتر منها كمان والله. ايه بقى، ما تزعلنيش، انت بخيل ولا ايه؟ شكرا يا استاذه مي. سلمي عليك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. يعني انا ذنبي ايه كل يوم انا طالع السلم الاقي زبالتكم دي مرميه بره؟ وحضرتك في دماغك حاجه، انت ازاي تخبط عليها بالطريقه دي اصلا؟ ما هو ما ينفعش كده يا مدام، الحاجات دي ليها مكان يترمي فيها، ما تاذيش جاركم. طب هو على فكره في زبال اصلا بيجي ياخدها. طب وانا مالي يعني اشم ريحه الزباله واشوف القرف قدام بيتي ده؟ والله مش ذنبي. والله العظيم انا هعزل من العماره دي، انا زهقت من الاشكال اللي بقت تيجي هنا. ايه ده؟ بحر؟ يا بحر؟ بحر؟ في ايه يا حبيبي، مالك؟ معرفش، دايخ مكلتش مستوعب. اكيد بس سكرك واطي شويه عشان العينيه. استنى طيب. خد خد. خلاص. خد طيب. مش عايز. انا اسفه يا حبيبي، حقك عليا والله، بس اعمل ايه طيب، شغلي. كده يا مي. سيبيني من الصبح من غير اكل وانت عارفه ان انا بدوخ. والله يا حبيبي مش ذنبي ان انا ببقى في الشغل، هو ده والله اللي شغلني عنك. يعني الشغل يشغلك عن اخوكي؟ هي دي وصيه ابوكي وامك لينا؟ حقك عليا يا بحر.